أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه إلى يوم الدين. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى واعتدى، ولا يضر نفسه ولا يضر أحدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، معشر المؤمنين والمؤمنات، دائما مع سلسلة في ظلال رمضان، الحلقة السادسة تحت عنوان من العادات غير اللائقة في رمضان. معشر المؤمنين والمؤمنات، أجواء رمضان تبعث على السكينة، وتبعث على الخشوع، وتبعث على الهدوء، وتبعث على الارتباط بالله سبحانه وتعالى. غير أن بعض الناس يخرقون كل ذلك بمجموعة من العادات، وقد قلت عنها في هذا العنوان بأنها غير لائقة، تجنبا لأن أقول إنها سيئة، وهي في الحقيقة سيئة، بعادات سيئة بكل ما في الكلمة من معنى. وقلت إنها غير لائقة في رمضان وبرمضان، ولكنها غير لائقة حتى في الأوقات الأخرى، إنما باعتبار المناسبة شرط. فنحن الآن نتحدث عن شهر رمضان وأجوائه ونفحاته. أذكر أربعة نماذج من هذه العادات. أولها انصراف الناس قبل ختم الإمام للتراويح. من العادات السيئة التي تخرق الأجواء الربانية لرمضان، وتبث لونا من الحركة غير المطلوبة داخل المسجد، أن بعض الناس ينصرفون قبل إتمام الإمام للصلاة، فبعد كل تسليمة ينصرف فريق ولا يكمل المشوار مع الإمام إلا عدد قليل. ومن المعلوم أنه من الشيء الجميل أن نتبع الإمام من بداية التراويح إلى نهايتها، مع الالتزام بعد ذلك بما يتلى من أذكار وأدعية بعدها، التماسا للأجر والتواب، لأنه ثبت أن من صلى وثبت مع الإمام حتى ينصرف كان كمن قام الليل كله. ولكن كما ذكرت، كثير من الناس ينصرفون قبل ذلك، وقد يكونون غير مستعجلين ولا متعرضين لأي ضرر، فيضيع منهم بهذا الانسحاب الشيء الكثير من الفضل والأجر والثواب. العادة الثانية، الفتح على الإمام بدون التأكد، والفتح عليه كذلك من مكان بعيد. للأسف الشديد، بعض أنصاف الحفاظ يختلط عليهم الأمر في متشابهات القرآن، فيصححون للإمام بالخطأ، بمعنى أن الخطأ منهم، فإذا أعاد الإمام ما هو صحيح فعلا، يعيد المأموم ما هو صحيح في نظره، فيحدث أخذ ورد وتشويش على الإمام وعلى من يصلي خلفه.
كما أن بعض الحفاظ يصلون في الصفوف المتأخرة ويحدثون ضوضاء وضجيجا وهم يصححون للإمام بأصوات مرتفعة تزعج المصلين، وهذا لا يليق، فلا ينبغي لأي إنسان أن يصحح إلا إذا تأكد بأنه على حق فيما يقوله. ثانيا، من لمس في نفسه قدرة ليمارس هذه المهمة الجميلة فليحضر مبكرا وليقف وراء الإمام مباشرة، وإذاك سيكون أثر لما يقدمه. وفي بعض الأحيان، وهذا من الغرائب، أن الإمام يتوقف لأخذ النفس، فيبدأ بعض هؤلاء الإملاء عليه بدون الحاجة إلى ذلك كما هو واضح. العادة الثالثة، اصطحاب الماء إلى المسجد للشرب أثناء أذان الفجر من المصائب التي ابتلينا بها في عصرنا أنه يحضر الصلاة أناس لا يعلمون من علم الهيئة شيئا ولا علاقة لهم بالتوقيت ولا يفهمون فيه شيئا ولا يفرقون بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، ومع ذلك في هذا الوقت من العام يقيم هؤلاء بلبلة ونقاشا وضجيجا لا يهدف إلى أي نتيجة، اللهم إلا التشويش على المسلمين وانتهاك حرمات السكون الذي يعم هذا الشهر الكريم. ويجب أن يعلم هؤلاء ومن يحركهم ويوجههم أن الحصة المعتمدة في أوقات الصلاة وضعها مختصون وضعوها بدقة وبعناية، والمغرب كما هو معلوم يضرب به المثل في التحري والدقة، سواء في دخول الشهر القمري أو أوقات الصلاة وأوقات الفطر والإمساك في رمضان. فهذا البلد الطيب المبارك يضبط هذه الأشياء أكثر مما تضبطها بعض البلدان التي يقتبس منها هؤلاء هذه الفتنة التي يقيمونها باستمرار. وقد سمعت بعضهم يقول إن الفجر في المغرب يسبق الفجر الصادق أو الفجر الحقيقي كما يزعم، بخمسين وثلاثين دقيقة، وهذا من غرائب ما يمكن أن يقوله إنسان عاقل. وبالتالي كان من اللائق أن يتخذ هؤلاء الاحتياط، فإذا كان الواحد منهم يأكل وسمع الأذان عليه أن يلفظ ما في فمه بدل أن يستمر في الأكل والشرب. العادة الرابعة والأخيرة،
الهاتف المزعج والأذان الضائع. تحول الهاتف المحمول لدينا إلى نقمة، فبمجرد أن تدخل في الصلاة تنبعث من مختلف صفوف المصلين رنات هواتفهم وتتنوع وتستمر طويلا، وكأن أصحاب تلك الهواتف يتلددون برناتها فلا تتحرك أيديهم لإطفائها، حرصا منهم كما يدعون على عدم الإكثار من الحركات التي يمكن أن تفسد صلاتهم، ولكنهم يفسدون صلاة غيرهم بكثرة الضجيج وهروب ما تبقى أصلا من الخشوع. وتلك الهواتف من ناحية أخرى، وهذا أسوأ، برمج فيها الأذان، ولكن لعدم انضباط التوقيت عندهم تؤذن في أوقات مختلفة، ولم يعد الناس يميزون بين الأذان الشرعي الذي يجب أن يحترم وينبعث صوته من مكبرات الصوت بالصوامع، وبين الأذانات المختلفة التي تسك أذنيك سواء كنت في المسجد أو في طريق الناس. يجب أن يعلم الناس أن الصلاة تحتاج إلى هدوء ليتلذذ المصلي بما يتلو وما يسمع وما يفعل، ولا سيما أن أذهان الناس مشوشة أصلا، وبذلك تعجز العبادات عن أن تحدث أثرا طيبا في حياتنا. فعلى العلماء أن يبينوا للناس ويوضحوا لهم هذه القضايا وأمثالها. هذا، ولنجعل مسك الختام أفضل الصلاة وأزكى التسليم على شفيع الأنام في الموقف العظيم، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وكل من تبع هديه، واهدي اللهم المسلمين لاتباع تعاليم دينهم والحرص على الاستفادة مما يقوله علماؤهم بدل اتباع كل ناعق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.